طيب لما 1 لها إثبات اللي هو لما 1 أثبتناها خلاص. هذا شوفوا هنا وين إكزامبل 1 أثبتناه. إكزامبل 1 أثبتنا 1 عليهم صح؟ هذا. بعدين أثبتنا أيضا إنه ال إكزامبل 2 أثبتنا N زائد 1 على N. باقي لما 1. لما 1 قال لي إذا كانت الـ XN هي Convergent Sequence إذا الـ XN هي Cauchy Sequence. طيب أنا راح أقرأ إيش؟ اللي هو صيغة الإثبات. طيب أول شيء نفترض إنه Limit للـ XN تساوي X. أطبق تعريف الإبسلون فقر لكل إبسلون أكبر من زيرو يوجد كي ينتمي إلى ناتشورال نمبرز such that الـ XN ناقص X لأنه هنا أقل من إبسلون على 2. أوكي أقل من إيش؟ إبسلون على 2. برضو أعيد وأكرر ليش اخترنا إبسلون على 2. أوكي لأنه أنا حيكون عندي N و M فإبسلون على 2 لحق تبل حال N زائد إبسلون على 2 يساوي إبسلون. أوكي فأنا ممكن من البداية حتى أحط هذه تكون أقل من إبسلون وأجيب قيمة الكي. أوكي حيكون إيش 2 على إبسلون. واضح إن شاء الله. صف كلامه نفسه معنا سواء حطيت أقل من إبسلون هنا أو أقل من إبسلون هنا كله صح. طيب for all N أكون يساوي كي. طيب يجي نقول إذا كانت الM أكبر من إيش الكي إذن أشيل الـ N هنا من هنا حط مكانها M ناقص X أقل من إبسلون على 2. واضح الخطوة هذه. الخطوة اللي بعدها أجي الآن شوفوا معايا أخذ السيكونس اللي هي هذه اللي هي XN ناقص XM. حلو من التعريف حقه كوشي أقول يساوي XN. بعدين ركزوا معايا هنا لو أنا أضيف ناقص X وأجمع موجب X في مشكلة لا. فالخطوة اللي بعدها هنا أضفت أو طرحت ناقص X وجمعت موجب X لأنه في النهاية لو شلت دام على حرجع زي ما هو ما يكون في مشكلة. وهذا بتطبيق هنا أقل من يساوي هذه هاي تطبيق الترينجل إنكوالتي. الترينجل إنكوالتي لو كان عندي مثلا A زائدا B أقدر أقول هو أقل من يساوي القيمة المطلقة لـ A زائدا القيمة المطلقة لـ B. شايفين؟ شوفوا هنا هو هذا بطريقة تريانجل إنكوالتي أقل من XN ناقص X لما أخذ ذا مع ذا الحال أعتبره هذا زي الـ A زائدا أخذ الـ X أوكي ناقص XM لحال أعتبره B هذا التريانجل إنكوالتي. دائما الإبسلون يكون أقل من هذا كلام كله أقل من يساوي تريانجل إنكوالتي. بعدين بعد الكلام ده أقول أقل من إبسلون على 2 زائد إبسلون على 2 ويساوي إبسلون. واضح؟ طيب إذا كذا أقول إنه الـ XN ناقص XM أقل من إبسلون لكل N و M أكبر يساوي كذا الـ XN هذه كوشي سيكونس. واضح؟ نفس تعريف هذا اللهم لكن تزيد بس إيش؟ تزيد الـ N والـ M. واضح إن شاء الله؟ هذا تعريف لما أو إثبات لما 1. طيب لما 2 أتوقع بدون إثبات كوشي سيكونس أوف ريال نمبر إز باوندد. نظرية رقم واحد يقول لك كريتيريا كوشي كونفيرج كريتيريا يقول لك a sequence of real numbers converge if and only if إذا كانت كوشي سيكونس. ما أتوقع إنه له إثبات يعني مو مطالبين به. خلاص example 1 هنا example 2 example 3 أيضا لاحظوا معايا قال لي إذا أنا عندي xn sequence معرف على الشكل التالي x1 تساوي كذا و x2 تساوي كذا ال xn تساوي نصف xn ناقص 1 زائد xn ناقص 2 او n اكبر من 2 بس تعرف شكلها وانها تقاربيه. اوكي اذا كان عندك السيكونس هذه كذا نص xn ناقص 1 زائد xn ناقص 2 هذه كونفرج احفظها واعرف شكلها. لا اثبات لكن اثباتها شويه طويل ف انا ما حشرح اثباته. إذا الدكتورة رسلت الإثبات عندي إثبات لكن ما بشرح لأنه مكتوب هنا وما أتوقع إثبات زي كذا.
example for يقول لك ال sequence هذه x n اللي في السؤال رقم 3 أوجد الليمت تبعها. طبعا إثباتها برضو طويل تمام، فما راح أخوض في الإثبات. بمعنى آخر يعني هذا كيف يطلع تقاربي في شيء في السيكونس. يقول أنا لما مثلا أجيب السم، مثلا أجيب الـ A 1 زائدا A 2 مثلا، يكون يعني بمعنى آخر يكون مثلا هذا كده A N زائدا 1 عن زائدا A N زائدا مثلا 2 زائد ناقص زائد، في حاجات كده تصير في السيكونس أوكي. فأنا حالغي مثلا الثاني مع الثالث، لأن واحد موجب واحد سالب، واحد موجب واحد سالب، لأن يبقى عندي إيش؟ يبقى عندي الحد الأول والحد الأخير. فكده إثباته يعني إثباته كان حيطلع زي كده. عندكم هنا هنت يقول لك الهنت إكس إن ناقص إكس إن زائد واحد يساوي واحد إن ناقص واحد، اثنين وس إن ناقص واحد لكل إن تنتمي للناشونال نمبرز. المهم إكزامبل فور قال لي إيفالويت ذا ليميت اللي هو حق السؤال ده اللي فوق، حيطلع معك زي بخمسة على ثلاثة. إثباته برضو طويل جدا تقريبا أربع خمسة سطور، حتجيب الـ X 3 والـ X 4 والـ X 5 تجرب تجيب X 6 X 7 بعدين تجمع، حيطلع عندك نص زائدا حاجة زائدا حاجة حاجة كده، بعدين يطلع معك الجواب خمسة على ثلاثة أوكي. ما حأخوض في الإثبات هذا لأنه طويل جدا. بالتوفيق. تكون خلصنا من هذا الدرس، باقي الـ Exercise. إذا كان في وقت إن شاء الله حليت، إذا كان في وقت.